السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة في فيديو جديد هتكلم على اللي هو الـ Adverbs of Frequency، طبعًا إحنا عارفين الكلمات اللي هي كانت بتدل على المضارع البسيط في الفيديو زمان اللي هو كان بيتكلم عن زمن المضارع البسيط، في كان عندي كلمة Always، وفي كان عندي Sometimes، في كان عندي Often، في عندي Usually، في عندي يبقى عندي always, sometimes, often, usually آه في عندي every نخلي بالنا في عندي never في عندي seldom دي يا جماعه بنسميها adverbs of frequency يعني التكرار يعني الشيء ده بيحصل كل قد ايه في عندي فترات تكرار ثابته فترات تكرار ثابته زي ما اقول مثلا كلمه weekly يعني كل اسبوع Monthly زي ما أقول كل شهر لما أقول yearly كل سنة لكن الظروف اللي فوق اللي هي always و sometimes و often و usually و every و دي كلها بتحصل بدرجات مختلفة يعني لما أجي أقول مثلا he always listens carefully يعني هو دائما يستمع بحرص وبعناية يبقى هنا كلمة always بتساوي مية في المية خلاص ولو نخلي بالنا ان adverb هنا جه قبل الفعل لكن لو عندي verb تو بي مثلا لو عندي verb تو بي هقول هي از always playing فوتبول in the morning يعني المقصود ان كلمة is اللي هو verb to be بتأتي قبل الظرف لكن الافعال الاخرى الظرف بيسبقها يبقى لازم نخلي بالنا من استخدام verb to be مع adverbs of frequency see you soon and goodbye